عن أهمية ذلك انضم إلينا دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور، وكلمنا عن أهمية توسع الدولة في إنشاء المناطق اللوجستية. تحياتي لسيادتك يا فندم والسادة المشاهدين. الحقيقة طبعا دور المناطق اللوجستية منطلق من ثلاث أهداف أساسية. الهدف الأول إن هو هناك بعض التجارة الداخلية بتاعت الدولة عشوائية وبتدار بطريقة عشوائية، وبالتالي هناك نسبة فاقد وهدر بجانب ارتفاع الأسعار. النقطة الثانية كمان إن هو هذا الأمر مؤدي إلى إن هناك نسبة ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي في داخل الدولة المصرية، وصعوبة السيطرة على حركة التجارة الداخلية. البعد الثالث وهو الأهم هو إن الدولة عايزة تكون هناك مناطق محددة تستطيع أن تقدم خدماتها وسلاحها إلى المواطنين لمواجهة الأزمة الغذائية وتوفير السلع بأسعار مناسبة في كل مكان وفي كل محافظة. لهذا ارتأت الدولة أن تكون هناك مناطق محددة تستطيع أن تقدم الخدمات، عشان حضرتك تعرفوا والسادة المشاهدين يعرفوا أن الأزمة العالمية النهاردة فيها مضاربة وفيها مخاطر وفيها كمان ارتفاع في الأسعار عشوائي، وبالتالي في هذه الحالة هناك استغلال للمواطن وصعوبة الوصول إلى صعوبة وصول السلع أو التجارة الداخلية إلى المواطن في أماكنها بأسعارها المحددة. من هنا بيتيجي دور التخصيص مناطق محددة أو مناطق انتشار مناطق موزعة في الجمهورية، ودور كمان اللوجستيات في توفير هذه المواد إلى المواطنين، وفي نفس الوقت تقدر الدولة تراقب وتسيطر على الأسعار أو تفرض منافس توزيع محددة، وبجانب كمان أنها تقدر توفر من العدد القنوات المختلفة، لأن أحيانا تعدد القنوات بيؤدي قنوات التوزيع بيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. من هنا بيأتي ضرورة توجيهات النهاردة فخامة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالتجارة الداخلية وضرورة تسهيل اللوجستيات وتوفير اللوجستيات وارتفاع كفاءة اللوجستيات حتى تصل السلعة إلى المواطن المقصود أو المستهدف بأسعار مناسبة وفي نفس الوقت جودة عالية، وتستطيع أن تواجه جشع بعض التجار، فضلا عن أهمية كمان اللي هو تقدر تسيطر على الاقتصاد غير الرسمي، عشان تكون الدولة في هذه الحالة يكون اقتصادها كلها داخل قنواتها الشرعية وتستطيع أن توفر السلع إلى المستهلكين. نعم، وده تأثيره يعني هينعكس على الأسواق وتوفر السلع إزاي، ومحتاج يعني وقت وخطوات إزاي أو قد إيه علشان هو فعلا يساعد؟ بيبقى التجارة الداخلية بتبقى محتاجة طبعا هو تخطيط وتنظيم ورقابة عليها بكل الأمور، لكن هتوفر عدد قنوات التوزيع، وبالتالي هتخفض من الأسعار، وهتوفر في الوقت، وهتوفر من الدخلاء الموجودين على المهن، وفي نفس الوقت تستطيع الدولة أن تراقب وتدخل المنافسة مع الجشعين ومع التجار اللي هم بيرفعوا الأسعار في غير أسعارها الحقيقية. لأن الحقيقة في السنوات السابقة وفي خلال الأزمات الناس شعرت أن هناك ارتفاع في الأسعار في كافة أنواع السلع مغالة فيها جدا، بتوضح أن هناك مضاربة واحتكار، وبالتالي دخول الدولة في هذه الحالة هو دخول علشان تقدر توفر وتسيطر، لكن مش معناها أنها تقدر تدخل في التوزيع وغيره، هي بتوفر أماكن في كل محافظة، وهذه الأماكن تكون برقابة، وفي نفس الوقت بتخلي التجار العشوائيات أو التجار المتجودين يكون لهم أماكن محددة، وبتوفر لهم الخدمات زي الكهرباء، نعم، زي الحاجات دي، كل الأشياء الموجودة لها، وتسجل لهم، وبالتالي هنا بيبقى نعم، وفرنا لهم الأماكن بتاعتهم، وفرنا المواد المطلوبة لهم بشكل جيد، نعم، قدرنا نصل إلى المستهلك المستهدف بأسعار مخفضة. ممتاز. أنا للأسف التوزيع المختلف. ممتاز، أنا يعني وصلت الصورة، لكن عشان الوقت أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي.